عندما تغزو المسيرات العالم من تحت الأرض وفوقها، من برها وجوها، والآن بحرها. مفاجآت جديدة تقدمها تركيا للعالم في خضم التطور في التقنية العسكرية التركية الذي فاق كل التوقعات. أزيح الستار عن المسيرات البحرية التركية لتضيف إنجازاً جديداً إلى إنجازات الصناعات الدفاعية التركية، ولتعزز من إمكانات القوات البحرية التركية وقدرتها على حماية الوطن الأزرق، وتلفت أنظار أعظم الجيوش في قلب المعارك وأصحاب القرار في الساحات الدولية والإقليمية. بالتوازي مع التطور الهائل والهام الذي حققته تركيا في إنتاج المركبات المسيرة البرية والجوية، قطعت تركيا شوطاً كبيراً في تطوير المركبات البحرية غير المأهولة، لتعلن عن تطوير الزوارق المسيرة القادرة على إتمام المهمات الموكلة إليها منفردة أو ضمن سرب، والقادرة على العمل المتكامل مع المركبات المسيرة البرية، لتتكامل المنظومتان البرية والبحرية مجسدة عملاً متكاملاً يحقق الهدف المرجو بدقة وتنسيق عاليين. فكيف استطاعت تركيا أن تقتحم سوق التنافس العالمي وتنطلق كالبرق بمسيراتها البحرية؟ على مدار الأعوام الماضية استطاعت تركيا أن تصبح بقعة ضوء كبيرة تبهر أنظار العالم من خلال صناعاتها الدفاعية المنتجة بإمكانات وخبرات وطنية، وأبرزها الطائرات المسيرة المسلحة سيها التي خطفت الأنظار وأسهمت في حسم الصراع في كثير من المناطق. واليوم تبهر تركيا العالم مرة أخرى بإحرازها تقدماً كبيراً في صناعة الزوارق العسكرية المسيرة في إطار المشروع الذي تقوده رئاسة الصناعات الدفاعية التركية تحت اسم سرب المركبات البحرية بلا ربان سيدا. بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية كشف فيه عن مرحلة جديدة في مشروع سرب المركبات البحرية غير المأهولة. قليل من الدول في العالم وفي نطاق التحرك التكنولوجي المحلي والوطني يظهر التطور السريع في منتجات الصناعات الدفاعية التركية. إسماعيل دمير رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية يعلن رسمياً الانتقال إلى مرحلة جديدة في مشروع سيدا، وهي انضمام زوارق مير المسيرة إلى عائلة سرب المركبات البحرية غير المأهولة، ونجاحها في تنفيذ عمليات مع زوارق الباتروسي التي تختلف عنها في الحجم والقدرات والمهمات داخل السرب نفسه. يعد تنفيذ عمليات بسرب من المركبات المسيرة يضم زوارق من أنواع مختلفة في القدرات والمهام تجربة صعبة ومعقدة لم تنجح فيها حتى الآن سوى دولتين، حسب تصريحات للخبير في الصناعات الدفاعية البحرية كوزان زلجوق أركان. يقول أركان في تصريحات لترا تيهابر: أنظار العالم متجهة الآن إلى أسراب المركبات البحرية المسيرة، إلا أن عدداً قليلاً فقط من الدول يمكنه إنتاجها. أما تنفيذ عمليات بسرب مركبات مسيرة يضم أنواعاً مختلفة من الزوارق فهو تجربة لم تنجح فيها حتى الآن سوى الولايات المتحدة وتركيا. فهل تفعل المسيرات البحرية بخصومها ما سبقتها إليه شقيقاتها الجوية حتى أصبحت مضرباً للمثل في ساحات المعارك وعلامة مسجلة تدب الرعب في قلوب من يسمعها؟